تمضي مدرسة عالية للتأهيل المبكر التي تم افتتاحها عام 2004 نحو التعامل مع متنوع حالات الأطفال المصابين بطيف التوحد وأخضاعهم لمختلف التدريبات اللازمة في طريقة ممنهجة لإدماجهم في المجتمع. العاملون في المدرسة من أخصائي التوحد يتعاملون مع حالة كل طفل على حدة لاستخراج الطاقات التي يكتنزونها ولمساعدتهم في إيجاد الطريق الذي يسير بهم نحو وجهة آمنة هم يبحثون عنها. مدرسة للتأهيل المبكر تحتضن أطفال التوحد وتتعامل مع كل حالة على حدة لتقودها نحو وجهة آمنة. في زحمة المسير تشرق الأفكار التي لازم طفولتها طيف أسود لم يراعي قلة حيلتها، حتى بانت من وسط ركام التوحد لترمم ذاتها وتعلن رفع راية التغلب على داء لطالما أسكنها في سجن انفرادي رغم براحة المحيط الواسع الذي لا يمكن فصلها عنه. محيط سرعان ما أذعن لمواهبها الإبداعية التي أفصح عنها مكنونها الداخلي المليء بطاقة الحياة، والتي إن وفر لها ما تريد فحتما ستصبح أنموذجا في الإرادة يغار من وصفها الأسوياء. لحن وأغنية ساقها لسانه لتكون مهداة للإنسانة التي ترعاه. ليختتم زياد فقرته بأن يتقمص دور مذيع إعلامي نخشى أن يكون قد فاقنا في التقديم. صباح الخير يا دود. صباح النور زياد. أهلا وسهلا بكم. كيف في كسبة إبريل بعد الموضوع هو كسبة إبريل وهو كسبة إبريل بعد الشهر. كسبة إبريل؟ أحمد كمال هو أيضا صورة مشرقة وانعكاس للطاقات التي يكتنزها أطفال التوحد، فهو مبدع في الرسم الإلكتروني ورسام ورقي تغرد لوحاته على أغصان الفن الزاهي. أنا أحمد كمال، أريد أن أكون رساما محترفا في المستقبل. أترون؟ لقد أبدعت في رسم هذه اللوحة الجميلة. دراسة شهدها العام 1970 كانت قد أوضحت أن طفلا من بين 10,000 طفل يولد مصابا بداء التوحد. لتقل المقارنة بعد مرور ما يزيد على 40 عاما، وتحديدا في ثنايا العام المنصرم الذي أفصح عن حقيقة صادمة تتلخص بأن طفلا من بين 68 مولودا يولد وقد رافقه طيف التوحد فور وصوله إلى الدنيا. معالجو التوحد لم يخفوا قلقهم حول ما قد يحصل في حال تأخر الآباء بتقديم أولادهم المصابين لأي مدرسة أو مركز مختص بالتأهيل المبكر، فمن الضروري بمكان إخضاع طفل التوحد للعديد من التدريبات اللازمة بعد بلوغ سنته الثانية. طفل التوحد بعد يعني باختصار بعد عمر سنة ونص يبدأ تبدي عليه علامات التوحد، يعني إن كان مثلاً ينطق قليلاً بعدين النطق يبدي يتلاشى، يسوي بعض الحركات النمطية، ينزوي في زاوية ما يحب يتفاعل مع الآخرين، يمكن أطفال آخرين كان يعرف أسماءهم ويتفاعل معهم يلعب معهم، بعدين شوي شوي هذا كله يروح. مثلاً طفل في مجال الرياضيات شوفه ما يتواصل معاك، عنده صعوبة في التواصل وكذا، ولكن متى ما كان يعطي في الرياضيات مبدع، يعني حتى إحنا ما نوصل إلى مستوى. ففي هالحالة بعد إحنا لنا دور والأهل لهم دور والمجتمع لهم دور. تتفاوت مستويات الأطفال، وفي طفل بيكون يعني ممكن يندمج في المجتمع بشكل أكبر من طفل آخر. يعني في أطفال طبعا شديد الإعاقة، يعني عندهم إعاقة توحد شديدة جدا، فبنحاول نخليهم يعتمدوا على نفسهم، إن هو يبقى في تعديل لسلوكهم. يلعبون ويمرحون ولا يكترثون لطيف توحد يتوعدون بالانتصار عليه ما دامت عقولهم باقية وما دامت أفئدتهم تعشق الحياة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.